السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. أعلنت اليوم شركة عبد اللطيف جميل وكيل علامة تويوتا في السعودية عن سيارتها الجديدة كليا في لوز موديل 2023، هذه الفئة الثانية. تأتي سيارة في لوز موديل 2023 بثلاث صفوف مقاعد 7 ركاب بتصميم خارجي مميز وجديد كليا وتجهيزة داخلية تلبي احتياجات المستخدمين. الأبعاد 4475 والعرض 1750 والارتفاع 1700. هذه الواجهة الأمامية كما تلاحظون. طبعا الفئة المعروضة قدامكم هي فئة الجي ال اكس، وتعتمد على محرك بسعة 1.5 لتر 4 اسطوانات في في تي اي مزدوج بقوة 104 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات سيفتي، دفع امامي طبعا، كفاءة عالية باستهلاك الوقود، اللتر الواحد يمشيك 19.3 كيلومتر. تأتي بسعة خزان 43 لتر، مقاعد جلد عليها تطريزات 3 صفوف. طبعا من مميزاتها مصابيح الاي دي امامية وخلفية، قنط بقياس 17 انش، كشاف الضباب امامية، وشارات تسلسلية ودخول ذكي، مراية كهرب، جناح خلفي، تطعيمات كروم، والعديد من المميزات. شاحن لاسلكي، شاشة وسطية مقاس 8 انشات، تدعم نظام ابل كاربلاي، فرامل الكتروني، واقية شمس، منفذ شحن،